السلام عليكم، أهلا بكم متابعينا في مقطع جديد خاص بنزال الأسطورة المغربي بدر هاري. في هذا المقطع سنعرض لكم ما حدث في نزال النار والدمار وتصفية الحسابات السوداء بين الأسطورة المغربي بدر هاري والوحش الهولندي أليستير أوفريم، وكيف تمكن أوفريم من إنهاء مسيرة بدر ودفعه للاعتزال بعد نزال مشوق ومليء بالإثارة والحماس. فتابعوا معنا ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب إن أحببتم المقطع. أقيم اليوم أحد أضخم وأكبر النزالات في عالم الكيك بوكسينج بين عمالقة الرياضة والعدوين اللدودين بدر هاري والمقاتل المتوحش أليستير أوفريم. ويأتي هذا النزال بعد انتظار دام أكثر من 13 سنة كاملة منذ أن استطاع البطل المغربي الانتقام من أوفريم بأقصى طريقة ممكنة وطرده من حلبة الكيك بوكسينج إلى رياضة الفنون القتالية ردا على الهزيمة التي تلقاها بدر بالضربة القاضية في النزال الأول بينهما. والآن وبعد أكثر من عقد كامل من الزمن عاد كل من المقاتلين للمواجهة مجددا، وعادت مشاعر الحقد والحماس ذاتها لتتأجج في صدر كل منهما، وكأن نزالهما الأخير قد كان البارحة فقط، مما جعل الجماهير متأكدة أن النزال سيكون مليئا بالحماس والتشويق، فكل منهما يعلم أن هذا اللقاء سيكون الأخير بينهما وأنه الفرصة الأخيرة لكل منهما ليثبت أنه المقاتل الأفضل والأعظم، فلا بديل عن الفوز أبدا. ناهيك عن أن بدر وأوفريم يعلمان أن الهزيمة في هذا النزال تعني الانزلاق في هوية الاعتزال وفقدان ثقة الجماهير. وأخيرا دقت ساعة الصفر ودخل المقاتلان إلى الحلبة والحماس والتوتر يملأ المدرجات كلها، وبدأت صيحات الجماهير تتعالى لتشجيع البطل المغربي بصوت مهيب كالعادة. It is legend versus legend. Bader Hari, the baddest. وهنا أعلن الحكم بداية النزال، وفور بدء الجولة الأولى انقض أوفريم على بدر بهجوم سريع، فرد عليه بدر بلكمة يمينية قوية أعلنت بداية الحرب، ولكن أوفريم لم يرتدع واستمر بالهجوم على بدر بطريقة قتالية غريبة تشبه طريقة هجومه في اليو اف سي، ولكن البطل المغربي حافظ على هدوئه واستمر بالقتال بذكاء واقتناص اللحظات المناسبة لتوجيه ضرباته لرأس أوفريم، مما أكسبه نقاط الجولة الأولى. Maybe a nice uppercut for Bader could be an option. Yeah, he tried it there. So I think one low kick so far. He will react to the first big body. Oh, big low kick. Good straight punches from Bader. Throw that MMA style in. وفي الجولة الثانية كان بدر هو السباق إلى الهجوم، ففاجأ أوفريم بمجموعة لكمات قوية فور بداية الجولة، وعاد بعدها للقتال بهدوء واحترافية قبل أن يصيبه أوفريم بركلة مزعجة إلى منطقته الحساسة أوقفت النزال لبعض الوقت. بعدها عاد بدر بقوة ليصيب أوفريم بركلة مؤلمة لجسده جعلته ينتعض من شدة الألم، واستمر المقاتلان بتبادل اللكمات حتى الثواني الأخيرة من الجولة، وعندها اشتبك أوفريم مع بدر ووجه له لكمة صاعدة مدمرة جعلته يفقد توازنه ويكاد يسقط أرضا، ولكن بدر تدارك نفسه وأكمل حتى انتهاء الجولة. وبدأ البطل المغربي الجولة الأخيرة بمجموعة لكمات قوية، وكأنه أراد أن يثبت أنه لا زال يحتفظ بقدرته على الهجوم ولم يتأثر بما تلقاه من أوفريم، ولكن وبشكل مفاجئ استطاع الوحش الهولندي قلب الطاولة على بدر فانقض عليه بلا خوف ووجه له مجموعة لكمات مؤثرة أجبرت بدر على التراجع والانسحاب،
قبل أن يفاجئه أوفريم بلكمة يسارية من الجحيم أسقطت بدر أرضا في مشهد مؤلم لجماهيره كلها. بعد ذلك استطاع بدر العودة للنزال بصعوبة، فعجله أوفرين بعدة ضربات قوية أسقطته أرضا مرة أخرى وجعلت اليأس يظهر بوضوح على وجهه. ولكن هذه المرة لم يقبل البطل المغربي أن يبقى جالسا على أرض الحلبة، بل عاد للقتال مجددا بكل ما أوتي من قوة ووجه لكمة قوية لوجه أوفرين أثرت به أيضا. ولكن للأسف فإن الوقت كان قد فات ولم يبقى إلا ثوان قليلة على انتهاء النزال. وهنا اتجه القرار للحكام الخمسة والذين أعلنوا انتصار الوحش الهولندي على بدر بإجماع الحكام، وبدت الخيبة واضحة على وجه البطل المغربي والذي سئم من سوء حظه الذي لا زال يلاحقه بعد كل هذه السنين. ففي جميع نزالاته الأخيرة كان بدر يقدم أداء رائعا ويبدو وكأنه قد ضمن الفوز قبل أن يحدث شيء غريب في الثواني الأخيرة يقلب الموازين عليه ويسبب هزيمته مجددا، وكأنه تعرض لنوع من أنواع السحر الأسود والذي يمنعه من الفوز مهما قاتل ومهما فعل. وبعد إعلان النتيجة اتجه بدر لمنتصف الحلبة في لحظة محزنة لكل محبيه، ووجه الأسطورة المغربي كلمة لجماهيره يعلن فيها أنه قد نال كفايته بعد كل هذه السنين والنزالات المثيرة وحان وقت اعتزاله أخيرا. وقد تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يدخل فيها إلى حلبة الكيك بوكسينج وهو يرتدي قفازاته، وبعد ذلك قام بمصافحة ريكو فيرهوفن وأليستير أوفريم واللذان هنأه على مسيرته الحافلة بكل روح رياضية. ولا يسعنا نحن إلا أن نهنئ البطل المغربي على مسيرته الأسطورية والتي لن تتكرر مهما طال الزمن، ونتمنى له التوفيق في كل خطوة يقوم بها في حياته العائلية والرياضية. فما رأيكم أنتم؟ هل تؤيدون قرار بدر بالاعتزال الآن؟ أم أنكم كنتم تتمنون استمراره مزيدا من الوقت؟ نرجو أن تكونوا قد أعجبتم بما قدمناه لكم في هذا المقطع، ودمتم بأمان الله. So, then I promise that he won't make it 2 until 3 minutes in the kickboxing ring with me this time. Referee calls both men in for the final instructions. Last year at Dynamite, Alistair Overeem under K1 rules knocked out Badahari in one round. Badahari, Alistair Overeem, a stare down. Doctors, because the referee is scared Alistair to step in there. Oh, he's tagged him! He's tagged him! That's what I'm talking about. Butter goes to the body. Uppercut, uppercut. There's the right hand. No, it's over. It's over. Yes. The safety of those around you. Please take your seat. I want a clear and a fair fight. Obey the commands at all time and protect yourself at all time, okay? Touch gloves, everyone. Take a step back. Butter's in trouble! Butter's out! Butter is down! It's Legend! Oh, that right hand! Legend versus Legend, and he's down again! Alistair Overeem! Ik heb serieus aan het nadenken om een einde te breien aan mijn carrière.